ليه انا بقول عليها مهمه؟ لان هي فعليا في الواقع العملي مهمه ومؤثره، تمام؟ فانا مثلا التريجرز في غايه الاهميه وفعلا مؤثره جدا في الواقع، تمام؟ ممكن مثلا ما الفانكشنز والبروسيجرز ما تبقاش بقوه التريجرز في استخدامها الواقعي، لان انا ممكن اعوض عن التريجر البروسيجرز او الفانكشنز، لكن التريجرز لا، فاهمني؟ فعشان كده في حاجات مؤثره قوي تبقى مفيده ومهمه. اليوزرز مثلا، اليوزرز زي ما احنا هناخد دي شيء مهم، انا لو مش بعرف يعني اكريت يوزرز اكيد هتبقى مش هعرف اكونكت على السيستم ولا هعرف اشتغل عليه بشكل طبيعي يعني. ففي بعض الحاجات بتبقى مؤثره جدا، وانا يعني مش بحب اهتم بالحاجات اللي هي تكون جانبيه على قد ما لا، الاصل انك انت ان في اسس جامده جدا لو ما كانتش عندها خلفيه تبقى العمليه صعبه. تمام؟ في بعض الحاجات لازم نبقى عارفين عنها بعض المعلومات. فنتوقع الله كده هناخد الجزء دوت ان شاء الله عن اليوزرز مانجمنت. خلاص؟ اليوزرز اكونت او البيزكس بتاعت يوزر اكونتس ان يبقى في عندي يوزرز. طبعا لو انا جيت انا بس محتاج ان انا اكتب دايما في النوت باد الاول بحيث يبقى الخط اوضح. وبعدين بن ايه؟ بالكابي بيست احسن عشان يبقى ده حتى حافظين محافظين على ايه؟ على اي اوامر عملناها يعني. تمام، كويس ان المخرج بنسجل، كويس، شكرا. طيب احنا محتاجين نعمل ايه؟ احنا الاول طبعا لما دخلنا ونزلنا الماي اس كيو ال، ويمكن كانت في ناس سالتني عن الموضوع ده. احنا اول ما دخلنا نزلنا الماي اس كيو ال ما طلبش مننا يوزر هوك، لان احنا كنا منزلين حاجه اسمها الاكزامبل، تمام؟ الاكزامبل ده او الوان او الكلام ده بينزل اصلا باكج فيها بي اتش بي على الماي سيكوال على مش عارف على بعض. وبينزل اكونت يعني يوزر اكونت اوتوماتيك اسمه روت، دايما ده يعني الاساسي بتاع الداتابيز بتاعي. وروت ده بيبقى الباسورد بتاعه ده اليوزر نيم، يعني ده اليوزر نيم بيبقى روت، والباسورد بتاعه في غالب السيستمز دي بيبقى فاضي اللي هي الديفولت كده مبدئيا كده بيبقى اليوزر بتاعنا فاضي. ف طبعا يعني كماي اس كيو ال ماري دي بي مفترض ان اليوزر ده ما يكونكتش من بره، ده كده يعني مشكله كبيره في السكيورتي. مفترض انت بتكريت يعني ده بتنشيب بيه الدنيا وتبدا تشتغل بيه بحيث انك انت تكري بقى اليوزرز بتوعك وتبدا تشتغل وكلام زي كده، تمام؟ فالمفترض تبقى تكريت يوزر بحيث تكونكت على الداتابيس بتاعتك من خلال اليوزر، بيبقى ليه بريفليجز، ليه صلاحيات خاصه بيه، ليه رولز معينه وكلام زي كده. ناخد واحده واحده مع بعض. يعني لو انا عايز مثلا سي فور اكزامبل اكريت يوزر جديد، اكريت يوزر للدخول بتاعي، فانا اخد كده اول اسم اسيا مش عارف ايه، ماشي اللي لسه داخل. فلو جيت مثلا قمت قايل ايه انا عايز اكريت، خلاص بعمل كده كريت يوزر. طبعا السؤال ده انا برضو بتاع اليوزر اكونتس لما كنت بنزل معاكم الشغل بتاع البايثون نزلت الداتابيز ماي سيكوال الليتست فيرجن يعني احدث حاجه، فكان في عندنا بقى ايه اليوزرز وليهم شغل بقى اكتر تفصيلي اكتر، فكانت الناس بدات تسال في الموضوع. فالحته دي مهمه جدا، لانك انت لو هتنزل ماي سيكوال سيبريتد منفصله وتبدا تشتغل عليها بالتفصيل لازم تكون فاهم اليوزرز والحاجات دي، ولما تكون بتكونكت عليها من سيستم تاني فانت عارف اليوزرز وازاي بيكونكت، فالموضوع كله متعلق باليوزرز، فده موضوع مهم. فاقول له كريت يوزر مثلا وبدي له اسم اللي انا عايز اعمله، فقلت له مثلا ايه؟ اسيا مثلا، تمام؟ ده اسم اليوزر اللي هيبقى اللي انا هعمله، وتعالى نقول ان احنا بس خلاص يعني مش هخش في تفاصيل اكتر من كده. هل ممكن اكريت يوزر بالاسم ده وخلاص كده؟ فلو جيت كده عملت كريت قال لي خلاص انا عملت كريت وعملت كريت لليوزر اسمه اسيا. طبعا ده مش هيتضاف عندك في اي تيبلز هنا ولا في فيوز ولا في اي حاجه تخص الداتابيز بتاعتك دلوقتي خالص. انت صحيح كريت اليوزر من جوه الداتابيز اللي اسمها سكول، بس كنت ممكن تخش هنا على السيرفر وتكريت برضه اليوزر،
تمام. ولما كرييت اليوزر هيبقى هنا الوضع مختلف. مثلا ناخد مثلا امير، ماشي. لو رحت انا كرييت يوزر تاني نفس الكلام بالظبط، مثلا وانا بره السيرفر وداخل على اس كيو ال، يعني مش محدد داتابيز معينه، وقمت عامل جو. طيب السؤال دايما اللي هيبدا يدور في بالنا وده طبيعي، طيب اليوزرز دول هل ليهم حقوق دخول؟ هل ليهم اصلا اخذوا اي حقوق؟ احنا لما يجي بندي حقوق بنعمل امر اسمه جرانت. جرانت يعني ادي حقوق، تمام. وفي عندي ريفوك. ريفوك يعني اسحب حقوق، تمام. يعني ريفوك وجرانت. فلو انا جيت مثلا قلت قايل انا عايز اعمل امر تاني، انا بس سايب دول عشان يبقى الاوامر موجوده معاكم عشان برفع لكم الفايل في الاخر عشان ما انساش. تمام. زي ما قلنا السؤال بتاعنا ان احنا عايزين نشوف اليوزرز، فبقول له امر اسمه شو، تمام، جرانتس. الناس تركز في اللي انا بقوله. ممكن نعمل كويز في اخر الليكتشر بحيث نجرب فكره الكويز وكلام زي كده، وزي ما قلنا نعتبرها لو الناس حلت كويس نعتبرها، الناس ما حلتش كويس ما نعتبرهاش. اللي جابوا فترة كويسة عايزين نديهم بونص عليها، ماشي. يعني الدنيا مش هتخض، يعني مجرد جاست تجربة يعني. فقلت له شو جرانتس فور، يعني عايز اشوف الجرانتس فور. هقول له مثلا عايز اشوف الجرانتس بتاعت امير، نعم. ما خدتش كويس. فقلت له شو جرانتس فور مثلا امير، وقمت عامل جو عشان اشوف الامر ده. قال لي بص جراند يوزج، خلاص، اون استريكس دوت استريكس تو امير، تمام. طيب جراند يوزج باينه من نفسها كده ان هو معناه ان هو يقدر يستخدم، يقدر بس يشوف بس، ما بيقدرش يشتغل ولا يعمل عمليات ولا اي حاجه خالص على الداتابيز. طب لو انا على داتا بيزس، وخد بالك يعني ايه استرسك دوت استرسك، دي قصه بس قصه بسيطه يعني مش صعبه. استرسك الاولى معناها على اي داتا بيز من دول، يعني دي مثلا جروب 1 دوت دي بي، جروب 2 دوت دي بي، انفورميشن سكيما، دي اسمها دي كده. انا قلت له اي داتا بيز دوت استرسك دوت الجداول اللي جواه، تمام. فهي بتيوزش كل الداتا بيز كده، معناها اميره بتيوزش كل الداتا بيز، بتبص بس بتشوف، ما تقدرش تعمل اي عمليات، وفي نفس الوقت بكل الجداول اللي جواها، تمام. دي معنى كلمه ايه يوزج. طب لو انا جيت طيب هجيب اجرب الامر الثاني على اسيا، ونفس الكلام قال لي جرانت يوزج اون استرسك دوت استرسك تو اسيا ات وعلامه في المية. ما علينا، هنفهم واحده واحده، نفهم واحده. اولا جرانت يعني بندي صلاحيات، خلاص. يوزج دي صلاحيه، تمام، معناها يشوف، معناها يقدر يستخدم ايه اليوزج دي، واخدها فين؟ استرسك الاولى معناها على كل الداتابيز، استرسك الاولى معناها على كل مين؟ على كل الداتابيز. دوت استرسك يعني دوت التيبلز اللي جواها، فالتيبلز اللي هاخد استرسك معناها كل التيبل اللي جواها. فاحنا زي ما كنا بنقول سيلكت استرسك فروم تيتشر، فكنا بنقول معناها هات كل الكولومز اللي في الايه؟ اللي في التيتشر. فمعنى استرسك بالنسبه لنا دائما هي معناها الكل، معناها كده، ده الطبيعي بتاعنا، بنستخدمها بمعنى كلمه الكل. ولذلك تعتبر هنا بالنسبه لنا ايه؟ تعتبر هنا بالنسبه لنا دي كل الداتابيزز دوت كل التيبلز، بقى معنى كده، تمام كده؟ تو اسي. طيب ات واداني علامه في الميه، تمام. ايه بقى ات وايه علامه في الميه دي؟ عشان دي تبقى، عشان دول علامتين مهمين جدا وليهم استخدام عندنا او ليهم معنى. فده اسم اليوزر مفهوم،
ما بين سنجل كوت مفيش مشكله. ات 100% يعني الكله 100% يعني ليه؟ يعني يعني ايه؟ يعني الكله مش تفهموها. طيب لو انا جيت ممكن احط ما بين السنجل كوت دي بدل علامه في المية اكتب لوكال هوست، اكتب كلمه ايه؟ اكتب كلمه لوكال هوست. ولوكال هوست هنا معناها ان هو اليوزر ده بيكونكت من نفس المكنه اللي هو قاعد عليها، من نفس المكنه اللي هو ايه؟ من نفس الماشين يعني، من نفس واحد واحد بس الكاميرا مش هقدر القطه، معلش قول تاني. على نفس السيرفر، تمام؟ لكن لما جيت قلت علامه في الميه هنا بقى معناها ايه؟ من اي حته. ماشي؟ ايا كان. مش كنا احنا بنستخدم علامه في الميه دي البرسنتج دي في لايك، فاكرين؟ فاكرين في لايك؟ هي نفس الفكره بالظبط، معناها اي شيء يجي هنا مش مشكله، ات اي شيء، يعني من ما نفس المكنه، مكنه اخرى، مش عارف ايه، مفيش مشكله. تمام كده؟ تمام. ايوه نفس الجهاز. ده لو انا كاتب لوكال هوست فمعناها نفس الماشين اللي رانن عليها الماي سيكوال. يعني لو انا كريت، انا عايز واحد، هم كلهم بيجوا بنات ليه؟ محطوط الاول. ايوه احمد ابراهيم، ايوه